السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحباء، أهلا وسهلا بكم مع النص الأخير من الوحدة الثانية، وعنوانه كما نرى من ثقافة إلى ثقافة كولتور، ثقافة بكلمة مأخوذة من اللغة الإنجليزية والفرنسية، دان من كولتور ثقافة، أيضا عائلة، من ثقافة إلى ثقافة، هذا هو معنى العنوان الذي سيتكرر في كل وحدة. آخر درس في الوحدة، آخر نص في الوحدة يكون هكذا عنوانه. العنوان مازالر، مازا متجر، لر جمع متاجر. نعم، سنتحدث عن متاجر في مصر ومتاجر في جابونيا يعني اليابان ومتاجر تركيا، ثم نحل الأسئلة، ثم نقول لكم الله إمانت ولن صالقت كلم في أمان الله، دمتم بصحة وعافية. بكي نبدأ أولا عن مصر، نمسح هذه مصر. نعم، مصر دا، في مصر بيرتشوك مازا صباح أولن سونرا أولدن سونرا عفوا أولدن سونرا وأكشام أتشكتر، انتهت الجملة. إذن مصر دا بيرتشوك مازا صباح أولدن سونرا وأكشام أتشكتر. طيب، أولا بينا المكان، هذا هو المكان، أنا أستخدم هذا هو المكان. بعدها بينا الفاعل أو المبتدأ، بعدها بينا الأزمنة، بعدها بينا الخبر. في مصر، مصر ده بيرتشوك مازا، كثير من المتاجر، بيرتشوك كثير، مازا متجر، في مصر كثير من المتاجر، ماذا بها؟ نعم، صباح، صباحا، كما ذكرت مع الصباح لا نستخدم حرف الجر، لا نقول في الصباح، نقول صباحا. أولدن سونرا بعد الظهر، وأقشم ومساء أتشكتر، مفتوحة. يعني في مصر كثير من المتاجر تكون مفتوحة صباحا وبعد الظهر ومساء. هذه هي الجملة الأولى، انتهت. الآن ننطلق إلى الجملة الثانية. İnsanlar genellikle akşam alışverişte, akşam alışverişte. İnsanlar genellikle, nasu bişeklin am, genellikle bişekl am, akşam mesaen, nas bişekl am mesaen, ماذا يفعلون? Alışverişte, fi tesavvuk. Yani nas bişekl am, yakununa fi tesavvuk, mesaen. İnsanlar genellikle akşam alışverişte. لماذا؟ لأن يقول لنا السبب. Çünkü gündüz çok sıcak. لأن gündüz نهاراً. Gün يوم، gündüz نهاراً. لأنه نهاراً حار جداً. يعني لأن الطقس نهاراً حار جداً، لم يقل الطقس. Çünkü gündüz çok sıcak. لأن النهار حار جداً. Mağazalar cuma günü tatildir. المتاجر، مغازلر، جمعة günü يوم الجمعة تعطيل دير، تكون عطلة، تعطيل عطلة. birçok insan كثير من الناس أو أناس كثر، birçok insan جامي دير، يكون في المسجد، كثير من الناس يكونون في المساجد، birçok insan جامي دير، جامي دير. إذن انتهينا من قراءة هذا المقطع وترجمته، الآن نعيد قراءته فقط مع التأشير. مصر دا birçok mağaza sabah öğleden sonra ve akşam açıktır. İnsanlar genellikle akşam alışverişte. Çünkü gündüz çok sıcak. Mağazalar cuma günü tatildir. Birçok insan camidedir. نعم، هذا هو المقطع الأول. عرفنا أن مصر متاجر تفتح فيها من الصباح إلى المساء، كثير من المتاجر، والناس يتسوقون مساء لأن النهار حار، والمتاجر تكون مفتوحة يوم الجمعة، عفوا المتاجر تغلق يوم الجمعة لأن يوم الجمعة عطلة، وكثير من الناس يذهبون إلى المساجد. شمدي جابونيا جدا. الآن لنذهب إلى اليابان، كيف سنرى اليابان؟ هذا هو مصر، اليابان. نعم،
جابونيا ده، نكبر الخط حتى يكون أسهل عليكم في المتابعة. جابونيا ده mağazalar saat 10'da açıktır. المتاجر في اليابان مفتوحة الساعة 10. جابونيا ده في اليابان mağazalar المتاجر saat 10'da أو 10:00'da في الساعة 10 نستطيع أن نقرأها بطريقتين. açık مفتوحة، تر تكون açıktır. إذا المتاجر في اليابان تكون الساعة 10 صباحا مفتوحة. Birçok mağaza haftada bir gün kapalıdır. Ama bugün her zaman pazar değildir. İzen birçok mağaza kefirun minel metacer, metacirun kefira haftada bir gün kapalıdır. Haftada bil isbu, bir gün yevmun vahid kapalı, muğlakadır tekunu. İzen kefir minel metacer tekunu muğlaka yevm vahid fil isbu. إذن هكذا بيرتشوك مازا كثير من المتاجر هكذا. الجملة هي هكذا بيرتشوك مازا مبتدأ كبلدر مغلقة خبر. كثير من المتاجر مغلقة، متى تكون مغلقة؟ هفتدى بيركن يوم في الأسبوع. كثير من المتاجر تكون مغلقة يوما في الأسبوع. بيرتشوك مازا هفتدى بيركن كبلدر. أما لكن، أما أيضا يقولون بتركيا أما، نفس الكلمة العربية أما. أما أو لكن بوغن هير زمان بازار ديلدر. بوغن هذا اليوم يوم العطلة. هير زمان دائما بازار يوم الأحد ديلدر، لكن هذا اليوم لا يكون ليس يوم الأحد دائما. الجملة التالية بيوك شهير لردة سادجة بير كاتش مازا 24 ساعت أتشكتور. إذا في المدن الكبيرة فقط بضعة مدن تكون مفتوحة 24 ساعة. بيوك شهير لردة، بيوك كبير شهير مدينة، بيوك شهير لردة في المدن الكبرى سادجة فقط، سادجة بان فقط أنا، سادجة سان فقط أنت، سادجة بيركاش مازا فقط بضعة متاجر، بيركاش بضعة فقط، عفوا سادجة نستطيع أن نقول فقط، لا لا نستطيع أن نقول فقط سادجة بيركاش مازا 24 ساعة أتشكتر، 24 ساعة 24 ساعة أتشكتر مفتوحة. نستطيع أن نستخدم هذه العبارة كثيرا، مثلا نقول بيز 24 ساعة أتشيز، نحن نعمل 24 ساعة. 24 ساعة حاضرز، نحن جاهزون 24 ساعة وهكذا. بو مازالار هذه المتاجر التي تفتح 24 ساعة كل يوم، بو مازالار استاسيونلاردادر، استاسيونلاردا، استاسيون محطة. هذه المتاجر في المحطات، يعني عند محطات القطار والباصات وهكذا، تكون هناك متاجر كبرى تفتح دائما 24 ساعة. نعم، الآن انتهت الترجمة والقراءة، نعيد القراءة بسرعة من أجل تقوية القراءة. نعم، مع التأشير. جابونيا'da mağazalar saat 10'da açıktır. Birçok mağaza haftada bir gün kapalıdır. Ama bugün her zaman pazar değildir. Büyük şehirlerde sadece birkaç mağaza 24 saat açıktır. Bu mağazalar istasyonlardadır. Peki Japonya mağazalarını bitirdik. Enheyna metajer Japonya av Japonya mağazalarının paragrafını bitirdik. Enheyna makta metajer Liyaban. Nati الان ila metajer Türkiye. Türkiye mağazalarına gelelim. Nati ila metajer Türkiye. Türkiye'de mağazalar genellikle 9'da açıktır. Türkler daha çalışkandır. Elatrak neşitin ekter. Fil yaban yeftahun sa'al aşira. Fi Türkiye fi sa'a tasi'a. Türkiye'de fi Türkiye mağazalar el metacir genellikle bir şeklin ammin 9'da fi sa'a tasi'a av 9.00'da açıktır. Kapalı gün yoktur. Ve la yücad yevm muğlak. La yücad yevm atlak. Kapalı gün yevm muğlak yoktur. Hafta sonu mağazalar çok kalabalıktır. İzen hafta sonu fil utla. Buna kema zekert fi Türkiye ma zikri zaman la nestekhdim harf el jar fi. Hafta sonu el utal mağazalar el metacer çok kalabalık muzdahime cidden tır tekunu. İzen hadihittir. El metacer fi yevm el ahad tekun muzdahime cidden. Hafta sonu mağazalar çok kalabalıktır. Büyük şehirlerde büyük şehirlerde çok sayıda alışveriş merkezi var. Büyük şehirlerde
في المدن الكبرى تشوك سايدا بأعداد كبيرة. هذه عدد تشوك سايدا بأعداد كبيرة. ألوش فريش مركزي مراكز تسوق. ألوش فريش مركزي يرمز لها بأفيمي. ألوش أ فريش في مي مركزي. أفيمي أو ألوش فريش مركزي فاردر. في المدن الكبرى توجد مراكز تسوق تشوك سايدا بأعداد كبيرة. ناو شمدي الآن نابرز ماذا نفعل؟ باراجراف تكرار أوكروز نقرأه مرة أخرى. تركيا دا مازالار جنالليكلا دوكوز دا أتشكتر كابالو جون يوكتور. هفتا سونو مازالار تشوك كالابالكتر. بيوك شهيرلر دا تشوك sayıda alışveriş merkezi vardır. Böylece metni bitirmiş oluruz. Ve hakikaten akun kadar heynel metin. Şimdi soru zamanı. El-en, vakti sual, vakti esile. Yakul lana ülkeleri yazalım. Linektub el-duvel. Nahnu el-en tahaddesna an el-duvel. Kil devle fiha ançar. A'tana el-en ma'lumat ve yakul lana ektub ismi el-devle hona. Peki, birinci cümle. Cuma günü mağazalar kapalıdır. Mağazalar kapalı. المتاجر مغلقة جمعة قنو يوم الجمعة. المتاجر يوم الجمعة تكون مغلقة. نردا أين؟ بنجا بوردا مصر سيزجا أصعب شيء حرف الآ. Evet. İkinci cümle. Küçük şehirlerde 24 saat açık mağaza yoktur. Küçük şehirlerde 24 saat açık mağaza yoktur. في المدن الصغيرة لا توجد متاجر مفتوحة 24 ساعة. كوجوك شهير لرده في المدن الصغيرة 24 ساعة أتشك مفتوحة أتشك 24 ساعة مغازة متاجر يوكتور. لا توجد متاجر مفتوحة 24 ساعة. نردا جابونيا ده ليس كذلك. قال لنا في اليابان في المدن الكبيرة توجد متاجر مفتوحة 24 ساعة. وزمان في المدن الصغيرة لا يوجد. وزمان نيازرس جابو أنتم تكملون جابونيا هكذا تكتب. نعم. Üçüncü cümle, cümle الثالثة. Büyük şehirlerde birçok alışveriş merkezi vardır. Büyük şehirlerde في المدن الكبيرة birçok alışveriş merkezi كثير من مراكز تسوق birçok كثير vardır. Yüce. إذن يوجد في المدن الكبيرة كثير من مراكز التسوق. نردا تيريدا تركيا دا ليس كذلك. بكي أنتم تكتبون تركيا أنا كتبت تيري فقط. gündüzleri az insan alışveriştedir. gündüzleri نهارا في الأيام يعني في الصباح أو هكذا في النهار az insan أعداد قليلة من الناس alışveriş tedir. Yakununa fi merkez tesavvuk. Alışveriş merkez tesavvuk te fidir. Ou fi tesavvuk yani. Neyse merkez tesavvuk. İzen, naharan annesu fi tesavvuk qilletun. Gündüzleri az insan alışveriş tedir. Naam. Fi tesavvuk annesu qalilun naharan. Hakkadan sıfı yani. Fi tesavvuk annes qalilun naharan. O zaman orası neresi? Hada eyyü mekanin. Orası yani leyset orası neresi? Sual hakkada hata. Hangi ülkede öyle oluyor? Fi ayi devle yekun hal hakkada? Mısır'da. Fi Mısır. Çünkü hava çok sıcak. La yecuz an naktub Mısır hakkada. Lianna Mısır ism devle. Evvel harf yecib an yekun kebir. Mısır. Eshel devle Mısır. Peki en son soru. Ahir sual. Sizin ülkenizde mağazalar nasıldır? Sizin ülkenizde fi devletikum beyanul mekan mağazalar el metacer nasıldır? Keyfe tekun el metacer fi beladikum? Birkaç cümle yazalım. Uktubu iddet cümel. Mesela ana akul hakeza min hayali. Bizim ülkemizde çok dev alışveriş merkezleri vardır. يوجد مراكز تسوق ضخمة عملاقة. أيضا، küçük marketler vardır.
يوجد مراكز ماركتلار بقاليات صغيرة. Büyük alışveriş merkezleri büyük şehirlerde olur. Markez tesevvukul kebire takım fil mudanın kebire. Küçük mahallelerde ise ama çocuk mahallelerde fil mahallet sahira tamam. ise ama اذا اردنا نستخدمها küçük mahallelerde ise ama fil mahallet sahira küçük bakkaliyeler vardır. Küçük bakkaliyet sahira. Mesela kebire ayıdan. İnsanlar alışveriş yapmayı sevmez. لا غلط الناس لا يحبون التسوق غلط يحبون التسوق insanlar alışveriş yapmaya bayılır الناس يعني يعشقون التسوق bayılır يدخلون في التسوق يعني يحبونه كثيرا ama çoğu insan internetten alışveriş yapıyor lakin كثير من الناس يقومون بالتسوق من الانترنت مثلا انتم اكتبوا جمل ابسط عندما نكتب لا نكتب بالعربيه ثم نترجم التركية هذا يعني يسبب عندنا مشاكل كبيرة نكتب بتركية فورا مهما كانت الجمل بسيطة لأن عقلنا العربي عقل متطور جدا عقلنا التركي ينمو 5 أيام يعني فجملنا التركي ستكون بسيطة إذا كتبنا بالعربي وأتينا للمترجم سنكتب جمل معقدة ولن نستفيد فيها يجب أن نكتب بالتركية مباشرة مثلا sizin ülkenizde mağazalar nasıldır bizim ülkemizde mağazalar çok هكذا يعني أخذنا هذه العبارة حولناها إلى بزيم الكاميز ده هكذا بزيم الكاميز ده مازالر تشوك نسرق جمل من هنا مثلا ماذا نقول genellikle saat 9'da أو 10'da أو 5'te açıktır ثم نكتب مثلا kapalı gün yoktur إذا كان لسندنا يوم عطلة أو مثلا نكتب kapalı gün جمعة günüdür يوم العطلة هو يوم الجمعة مثلا وهكذا نكتب يعني هذه الجمل نستطيع أن نستفيد منها في الكتابة درس هذا الدرس انتهى درس المتاجر أتمنى لكم دوام التوفيق دمتم بخير صالح تقلن الله إمانة أولن وكرشرس إلى اللقاء